هلا راح احكي اول شيء حتى نقدر نفهم الفلكس فيكتور كنترول في اشياء كثيره لازم نمهدها. اول شيء بدي احكي عن التورك جنريشن ان اي سي ماشين. لما نقول اي سي ماشين ليش بنشمل؟ بنشمل الاندكشن ماشينز سينكرونس ماشينز. شو الاختلاف الاساسي بين الاندكشن ماشين والسينكرونس ماشين؟ من ناحيه الستيتر هل في اختلاف ما بين اثنين؟ لا ايدنتيكال من ناحيه الستيتر، حتى لحد درجة انه انا بامكاني اشيل الروتر تبع اندكشن موتور واحط روتر لسينكرونس موتور واستعمل نفس المشين تماما. الستيتر كل الهدف من الستيتر في الاندكشن ماشين والسينكرونس ماشين انه بعطيتي كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس، كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلوكس. السرعه اللي بلف عليها ايش سميناها؟ سينكرونس سبيد اللي هي ان اس. فالتنين هذول التو ماشينز هذول تماما ايدنتيكال. في عندي هون مجموعه من الكويلز، والكويلز هذول بس احط عليهم 3 فيز ساينوسويدال، امرر فيهم 3 فيز ساينوسويدال كرنتس بينهم 120 درجه. راح يصير في عندي روتيتنج ماجنتيك فلوكس وراح ارمز له بالرمز بي اس، واس الرمز للستيتر. فانا هون عامل ريفير للسب اس للستيتر، وهذا راح يلف، والسرعه اللي راح يلف عليها هي ان اس سينكرونس سبيد اللي هي بتساوي 120 في اف على بي، بي هي عدد البولز، او 60 في اف على بي اذا كانت بي بي اللي هي عدد البيرز اوف بولز. وهذا عباره عن فيكتور له كونستنت ماجنتيود، ولذلك انا رمزت له بالفيكتور. ايش الـ ايش الوحده تبعتهم؟ تسلا. وعمال بلف على سرعه معينه، وهي السرعه اللي بلف عليها هي السينكرونس سبيد. في حاله السينكرونس موتور الروتر راح يلف على هاي السينكرونس سبيد، في حاله الاندكشن موتور هل راح يلف على السينكرونس سبيد؟ راح يلف على سبيد اقل منها، ونسبه الفرق بينهم راح تكون اسمها سليب. ولذلك الميكانيكال سبيد الروتر في له ميكانيكال سبيد مختلفه عن الالكتريكال سبيد اللي بلف عليها الروتيتنج ماجنتيك فلوكس اللي هو بي اس. هلا راح ينشا عندي عن حركه الروتيشن تبعت هذا الماجنتيك فلوكس. مثلا في حاله الاندكشن موتور راح يتقاطع هذا البي اس، هذا راح يتقاطع مع الكوندكترز اللي موجودين في الروتر، والروتر ايش رمزنا له؟ ايش سميناه؟ مثلا اذا كان هذا سكوريل كيج اندكشن موتور راح يكون هذا سكوريل كيج، وهذا سكوريل كيج راح يكون هذول الروتر بارز امبيدد في الروتر اللي هو فيرو ماجنتيك ماتيريال. الروتر فيرو ماجنتيك، الكويلز الكوندكترز مش شرط يكونوا ايش، المهم يكونوا الكوندكترز كوندكتنج ماتيريال، فممكن تكون من الومنيوم او نحاس، هذه بتكون الماده اللي موجوده هون. اذا عندي هاي ماجنتيك سيركت، هذه جزء من الماجنتيك سيركت هي بنحطوا فيها الكوندكترز، والكوندكترز نفسهم هم من نحاس والومنيوم، ما شرط انه يكونوا فيرو ماجنتيك، لكن هاي لازم تكون فيرو ماجنتيك ماتيريال حتى تكمل الدائره المغناطيسيه. لما يبدا يلف عندي الماجنتيك فلوكس، هذا الماجنتيك فلوكس الكونستنت ماجنتيود ماجنتيك فلوكس ايش راح يبدا يعمل في الخطوط هذول؟ راح يصير في قطع بينهم، مضبوط؟ راح يتكون عندي حسب الجنريتر افكت ايش راح يتكون؟ راح يتكون فولتج في كل واحد من هذول، مضبوط؟ اذا عندي كوندكتر بتحرك داخل ماجنتيك فلوكس عمودي عليه، يعني الكوندكتر هذا اتجاهه والفلوكس هذا اتجاهه، وفي حركه ريلاتيف موشن ما بين الفلوكس والماجنتيك فيلد، ايش راح يتكون في هذا الكوندكتر؟ الكترو ماجنتيك فورس فولتج، مش هيك؟ وهذا الالكترو ماجنتيك فورس او الالكترو موتيف فورس، عفوا الالكترو موتيف فورس اذا سمحت له انه يلف راح يمشي كرنت فيه، مظبوط؟ الكرنت هذا لما يمشي كرنت في هذا السلك، ايش راح يصير بين الكرنت اللي موجود هون والماجنتيك فلوكس اللي واقع عليه؟ يتكون فورس حسب الموتور افكت. اذا شوفوا ايش راح يصير عندنا الان. لما هذا يبدا يلف بهذا الاتجاه عماله بلف عندي بي اس ماجنتيك فلوكس دنسيتي، ماجنتيك فلوكس دنسيتي قيمتها بي اس عماله بتلف على ان اس. لما بدات تقطع هذول الخطوط صار عندي راح يمشي بهذول الكوندكترز اللي هون راح يمشي يتكون اي ام اف اول شيء، وبعد ما يتكون اي ام اف راح يمشي كرنت، مضبوط؟ الكرنت هذا خليني افرض انه هذا الكرنت كان في جهه بوزيتيف وفي الجهه الثانيه كان نيجاتيف، يعني من جهه طالع من الصفحه. بغض النظر انا ما تاكدتش حسب الموتور افكت والجندر افكت انه هذا صحيح ولا لا، ما بيهمناش كثير. المهم انه مر عندي كرنت، هذا الكرنت اللي مر طلعه هلا في عندي كرنت طالع من الصفحه هون، مضبوط؟ والجهه الثانيه داخل بالصفحه، اذا هو نفسه هذا الروتر ايش راح يعمل؟ هو نفسه راح يعمل ماجنتيك فلوكس. شو راح نرمز له؟ ايش بتحبوا نرمز له؟ بي ايش؟ سب ايش؟ سب ار، منطقي اني اسميه ار. فتقريبا هي عندي هون في اكسس، هذا الاكسس بهذا الشكل هيك راح يتكون عندي لانه الكرنت لف من هون راح يتكون فلوكس، والفلوكس هذا راح ارمز له بالرمز بي ار، وكمان هو له يونتس اوف تسلا، هو ماجنتيك فلوكس دنسيتي، وهو هذا ناتج عن الروتر. صار عندي هون شيء ناتج عن الستيتر
ونتج عنه. طبعا لازم اخلي الكرنت يمشي، اذا ما خليت الكرنت يمشي شو بتكون عندي؟ بس EMF، ما بنتقل للمرحله اللي بعدها. طب كيف هذا الكرنت بده يمشي في هذول الكوندكترز؟ في حلقه في الحلقات اللي في النهايه، مش احنا قلنا هو سكورل كيج؟ مظبوط، مش احنا قلنا انه سكورل كيج؟ فاحنا عاملين له ايش؟ عاملين شورتنج وفي حلقات، مظبوط. الحلقات هذول بيسمحوا لهذا الكرنت انه يمشي، اذا ما سمحت للكرنت يمشي ما بصير عندي كرنت. بتكون عندي اي ام اف بس ما بصير كرنت، لازم يصير في عندي كرنت. اذا صار في عندي كرنت رح يصير في تورك، اذا ما صار في كرنت ما في تورك، مش رح يتحرك هذا. اذا الكرنت اللي صار عندي رح يتكون منه تورك، وهذا لما يمشي الكرنت رح يكون بي ار. هلا احد الطرق افكر في التورك اني اشوف التفاعل ما بين الكروس برودكت ما بين بي ار وبي اس، هي احد الثيريز، مش الثيوري الوحيده، في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه استعمل الموتور افكت والجنريتر افكت. واحنا الان رح نيجي نقول انه التورك جنريتد، رح اعتبر انه التورك انديوسد ماجنتيك تورك، الكتروماجنتيك تورك في هذا المحرك رح يساوي، لاحظوا هذا فيكتور مضبوط، مش التورك فيكتور، يساوي كي اللي بيعتمد على تركيبه المحرك وطوله. لا انا هون بدي احط، عشان هيك انا بدي احط لك طريقه مختلفه للتفكير فيها. الطريقة الثانية اللي أنت بتحكي عنها صحيحة. بس هاي طريقة ثانية، أحد الطرق التفكير في التاو انديوس، أنه هو عبارة عن انتر اكشن ما بين ماجنتيك فلكس دنسيتي في الروتر، ولذلك أنا لو الحلقات مش موجودة إيش كان رح يصير؟ مش رح يمشي كرنت، رح يصير في انديوس تي ام اف بس ما رح يمشي كرنت. إذا ما مشي كرنت ما رح يصير في عندي انديوس باك ام اف، ما رح يصير عفوا ما رح يصير في الكتروماجنتيك فلكس دنسيتي، ما رح يصير في عندي تورك. إذا هون لما مشوا بهدول الحلقات صار عندي هذا. هلا رح نطلع عليه بهذا الشكل، رح افترض انه عندي هون ستيتر بي اس، وهذا على فكره صحيح للحالتين، في حاله السينكرونس موتور وفي حاله الاندكشن موتور، لانه بحاله السينكرونس موتور ايش بتكون عندي هون؟ رح يكون ماجنتيك الكترو ماجنت او بيرمنت ماجنت. رح افترض الان انه بي ار لاجينج، ورح افترض انه الزاويه بينهم هذه هي الجاما. رح نفترض الان انه بي اس عم بلف بهاي السرعه اوميجا، واللي هي نفسها السينكرونس سبيد. اوكي، فهذا عماله بلف على السينكرونس سبيد. مين رح يسحب الثاني؟ مين رح يكون ليدنج في حاله الموتور؟ بي اس. مين السبب؟ اذا بنطلع بالسبب والمسبب كوز اند افكت، مين اللي بدا في البدايه؟ بي اس. تكون بي اس سحب لف بهذا الاتجاه، اذا المحرك راح يتحرك وراء، عفوا البي ار راح يمشي وراء بهذا الاتجاه. ونقدر نثبت الان من الكروس برودكت، نطلع على الكروس برودكت، ناخذ اليد اليمنى، الكروس برودكت هو بين بي ار بي اس، اذا وين اتجاهه؟ بهذا الاتجاه. اذا هو راح يصير التورك، راح يتولد عندي تورك بنفس اتجاه الحركه. لو انه جنريتر ايش كان راح يصير؟ راح يتكون تورك بعكس اتجاه الحركه، وهذا صحيح. الموتور لازم يتحرك، التورك راح يعطيني تورك في نفس اتجاه الحركه. اذا هذه راح تساوي عندي كي، بعدين راح اخذ الابسولوت فاليو او الماجنيتيود تبع بي ار والماجنيتيود تبع بي اس، بعدين راح اكتب بساين جاما. اوكي ماشي، واضح لهي. بعدين احنا بنحول، بناخذ بي نت واشياء ثانيه، بس بتهمنيش كثير هلا، بهمني انا بس تركزوا على هاي الفكره، انه عندي بي ار وبي اس. اذا انا اذا بدي اتحكم بالتورك باي لحظه، بايش بدي احاول اتحكم؟ بدي احاول اتحكم بهذا الماجنيتيود والاورينتيشن، المكان تبعه، ولازم اتحكم بهذا الماجنتيود والاورينتيشن. نعم. الموتور مش كل موتور جنريتر؟ كل مونيتور بتحول لجنريتر، صحيح. صحيح. يعني انا اذا دخلت على الموتور نفسه تورك اكبر من التيريتر بصير جنريتر؟ صحيح صحيح، راح يصير هلا عندي مثلا هلا هون. لا هو شوف شو بصير، اذا انت اذا رجعنا للسكورل كيج اندكشن موتور، السكورل كيج اندكشن موتور هي عند حد النقطه هاي طول الفتره هاي بيشتغل كمحرك. اوكي. اذا انت حاولت تمشي السرعه اعلى من السرعه هاي رح يتحول لجنريتر، بصير التورك رح يضل ماشي بنفس الاتجاه بس رح يتحول هو لجنريتر خلال الفتره. اوكي، التورك صار نيجاتيف، فانت بدك تحط عليه تورك من برا، هذول رح يتحول رح ينعكسوا. اوكي ماشي، اذا في حاله المحرك رح يكون عندي بي اس ليدنج بي ار، بي اس ليدنج بي ار، فرح يكون التورك بوزيتيف. لاحظوا في العكس، لو كان عندي العكس، لو كان هذا جنريتر رح يكون مين ليدنج؟ بي ار. بي ار ليدنج بي اس، راح يكون عندي هون جاما، راح يكون لف بهذا الاتجاه. بي ار كروس برودكت مع بي اس، وين راح يكون التورك اتجاهه؟ بالعكس، راح يكون التورك بعكس الاتجاه. اوكي؟ هو يعني انا بدي احط تورك خارجي حتى اتغلب على التورك اللي محرك، حتى اقدر امشيه بهذا الاتجاه. اوكي ماشي؟ لكن هون هو بعطيني عماله تورك في هذا الاتجاه.
إذا هذا بالنسبة بي آر وبي إس. إذا هذه نقطة مهمة لازم أذكرها دائما إنه أنا في عندي بي إس. هلا بي إس راح أتحكم فيه في حالة الفلكس فيكتور كنترول، راح أتحكم في البي إس في الماجنتيود تبعه والأورينتيشن. هلا راح نشوف كيف راح أتحكم في الماجنتيود والأورينتيشن.